ليكيب تيم تعملني تشكيله من احسن لاعبي خلطت عليهم من احسن لاعبي خلطت عليهم اللي شفتهم اللي كانوا معنا. نبدا بالجارديان. هاي الجارديان وبكر زيتوني على اليمين. على اليمين طارق ثبت. على اليسار لا على اليمين شوي بشوي على اليمين حاتم طرابلسي. ثبت روحك. حاتم طرابلسي حاتم طرابلسي مو يلعب شوي من لول في الوسط يراه هو اي حاتم طرابلسي على اليسار. على اليسار على اليسار علي معلول لما كورت معهم انت تحكي كورت معهم ولا مش مشكلة حتى نعرفهم انت شفت علي معلول فلاكس 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 صبري جبل وشكون و خالد بدرة في الوسط شكون تحطه معك في الوسط توا فرجيني سيسي باهي نحطو ديس ولا كيفاش تلعب بالضبط نربو لوزونج باهي لوزونج 4-4-2 لوزونج هو انا فيكس غاديك هو يمشي يسرح على روحه ويرجع باهي شكون تزيد زوز اخرين على اليمين على اليمين على اليمين على اليمين على اليمين لقيته ولا مازال مازال بون على معناها على اليمين على اليمين على اليمين شكون على اليمين بون نجمو حتى مش حشا حتى مش تونسي نحن لا لا تونسي كانتو كانت تونسي اي تونسي اسوبون صعيبة اي على اليمين البقعة ديك على اليمين صعيبة صعيبة انا روج 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 فخر الدين بن يوسف فخر الدين بن يوسف على اليسار ثم اسمه الليد الليد الساحلي الساحلي نتاع كوفريكا الساحلي نحكي عن التشكيلة التاريخية لتونس تاريخ كله ولا تنكون فريق توا التشكيلة التاريخية لتونس تشكيلة التاريخية لتونس على اليسار على اليسار عيد الحمروني اي وعلى اليمين روجة وزوز قدام زوز قدام اللي خلطت عليه من جو بتبيع عباس وفوزي رويسي واضح كانت هذه ليكيب تيب. ليكيب تيب